كاين امور سابقه على هذا ومهيمنه عليه، وانا ما غاديش نطول عليكم في هذا الشيء، ولكن غندير لكم اشارات وراكم تبارك الله عليكم فاهمين بحالي ولا اكثر مني. ملي كنتكلموا اليوم على السياسه، كنا الى عهد قريب نكاد نثق باننا دوله حره مستقله كنديروا اللي بغينا، وهذا صحيح ولكنه نسبي ماشي مطلق. ملي كتشوف الان يعني لي عن 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 حق او عن خطا، دوله بحال روسيا دخلت الاوكرانيا وداز دابا عام وتخربات الدوله، تخربات، ومن الجهه الاخرى مات يبدو اكثر من 100,000 شخص من الجهه الاخرى روسيا، وبقي الحرب مستمره وارتبك بهذه الحرب كل شيء. وطبعا ماشي الحرب ما بين اوكرانيا وبين روسيا، الحرب ما بين يعني الغرب كله، امريكا واوروبا و و و و وروسيا هذه الساعه مسنوده بشكل او باخر، ونحن ونرى التصعيد. وهذا غير هذا العام، هذا راه ماشي سهل باش داز، والله اللي علم دي ارتبكت الاثمنه في العالم كله، وقعت اضطرابات الى اخره الى اخره. كتشوف هذا الشيء كتقول، وهذاك الشيء عنده تاثير علينا. دابا ما بقاش اليوم الاخوان شي دوله بما في ذلك امريكا تستطيع ان تدعي انها حره ومستقله وكدير اللي بغات في الدنيا، واخا امريكا، امريكا لقات راسها يعني البالونات كيتساراو فوق منها، فهمتيني ولا لا، والى اخره. بون، هذا واحد الاشكال كبير، وحنا دابا غاديين في تصاعد وما عرفناش فين غيوقف، ولكن غادي هذا الشيء في التصاعد. وكثير من الناس يتكلمون عن حرب عالميه ثالثه وشيكه. على كل حال، انا متبع هذا الشيء، تنتبعوا مزيان وماشي من خلال الجزيره فقط، وهذاك المتابعه ديالي، انا عندي شعور باللي شي حاجه توقع غادي ندخلوا في حرب عالميه ثالثه. شنو غيوقع ما دمناش وقعتنا الله اعلم. يعني هاد الارتباك وهاد الاضطراب اللي كاين اللي كاين اللي كاين هنايا، واللي تبعوا بطبيعه الحال تحولات في الحياه ديال البشريه كلها، هي فرنسا التي كنا نظن انها تملك دول توجد في الساحل، يعني جنوب المغرب والجزائر، اصبحت تطرد، ويقوم مقامها جهات اجنبيه اخرى كروسيا وكغيرها. الصين الشعبيه اليوم لم تعد تتصرف سياسيا في العالم كدوله، اللي حيت هي عندها واحد التقليد. الصين الشعبيه ما كانت اون جينيرال لا تهاجم الاخرين، عندها الارض ديالها كبيره وعندها الشعب ديالها كبير وتتستغني براسها الى اخره، فهمتيني ولا لا. دابا لا، دابا كاين كلام وكلام، ما تعرف. الهند كذلك اصبحت تهدد بمليار و400 مليون ديال الناس، حكايه يعني كونيه كبيره. المغرب يعني يوجد يعني ضمن الدول، والسياسه فيه شئنا ام ابينا تتاثر. نقول لكم المستقبل انا ما عارفوش، الذي يعلم المستقبل هو الله سبحانه وتعالى. جوج ديال الحوايج اساسيين تفهموهم تستوعبوهم وتشدوا فيهم بعشرة اليدين مهما وقع. راه ماشي تنقول لكم ما كاينش مظالم في المغرب، ولا ما كاينش ناس في السجن بغير حق، ولا هذا الشيء ما تنقول لكمش. وهذا الشيء حنا عندنا وسائل باش تنعالجوه، تنطلبوا سيدنا باش يستعمل العفو، لانه القضاء راه كيدير شغاله الى اخره. سيدنا تيبقى عنده الحق ديال العفو، كنطلبوه منه. ولكن جوج ديال الحوايج اساسيين الاخوان في المستقبل، لان كنقول لكم انا ما عارفش غيوقع، ولا انتم ما عارفينش غيوقع، ولكن خصكم تكونوا واعيين بصفتكم سياسيين، خصكم تكونوا واعيين شنو كاين في العالم. راه ماشي القضيه ديالنا مرتبطه بالثمن ديال البصله والبطاطا وخزو ومطيشه، وهو مهم بطبيعه الحال، مهم جدا، ولكن القضايا ديالنا كبيره، ما تكونوش اقل فهم ووعي من هذا السيد الطيب وخلوع الريال اللي جاب له الله سبحانه وتعالى هذه الرحمه اليوم، لا هو لا باه الله يرحمه.
وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.